هاي، هارمونيكا من أشهر الآلات الموسيقية بالعالم، وبينباع منها سنوياً أكثر من 10 ملايين قطعة، مليونين منهم بينباعوا بالولايات المتحدة الأمريكية وحدها. الآلة منها قديمة نسبياً، اخترعها مراهق ألماني سنة 1821، واستمر شكلها بالتطور لغاية 1870. تسمية هارمونيكا بتعود للقرن التاسع عشر، وتحديداً لبنجامين فرانكلين يلي اخترع آلة موسيقية مبنية على كبيات بيضم مستويات مختلفة من المي، سماها هارمونيكا، وأصل الكلمة اللاتيني بيعني رخيم. هارمونيكا العادية بقياسها الستاندرد آمنة للأطفال يلي بدهم يتعلموها، على عكس النسخة المصغرة المعروفة بليتل ليدي يلي ممكن تنبلع. مين قال إنه أكبر تجمع لعزف الهارمونيكا ضم 6131 عازف سنة 2009 بهونغ كونغ عزفوا موسيقى جينيس لمدة 7 دقايق؟ أنا قال. بشوفكم بكره.